تاكل؟ ما في تاكل ليجي ابوك. جوعان؟ عد للعشرة وتلاقي ابوك اللي اجا، هذا وقته. واحد اثنين اربعة سبعة عشرة، هاي عديت العشرة، ما اجا ابي، بدي اكل. عد منيح. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هاي عديت منيح، ما اجا ابي، كمان بدي اكل. عد شوي شوي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هاي عديت مخربط وبطيء وسريع وما اجا ابي، بدي اكل. ماما انا كمان جوعان. معلش ماما طولوا بالكم خمس دقايق، هلا بيجي. بجوز مبنشر معه الدولاب على الطريق. اصلا انا كل خوفي يكون ابي مبنشر. صارت، بدي اكل. مثل ما بدكم. يلا ماما قوم قوم غسل ايديك. يلا انت الثاني. انا مغسل ايدي. امتى ما شفتها؟ بالمدرسه. روح غسل مره ثانيه. يلا روح. بدي افهم منين اخترعوا لنا الصابون هاد. يا ترى شو يلي اخره؟ ماله بالعاده يتاخر دقيقه واحده، بس ما يكون عامل له شي حادث بالسياره. تام خير؟ شوفي اوامل حتى تغسل ايدي. ايش هو حمام؟ شمي. روح غسله مره ثانيه. هلا تعدي تتحججي؟ ما رح يجي قبل لو غسلت ايدي عشر مرات. روحي شوفي مع مين عم يتغدى. ولا ماما انا جعت. فوت اتغدى مع اخوك. من هلأ ها الفخذ للولد الكبير. اكل الفخذ الثاني. هاد لبابا، ما هلا تعرف العادة؟ اكله اكله، لو بده يجي كان اجا من زمان. قال بيقولوا اكل المطاعم اطيب من اكل البيت. قال كل لقمة من تحت ايدين هنا بتسوى كل الطاولة. تأكلي مني. كل انت، باكل انا وابوك. اسمعي مني وتأكلي، البابا لو بده يجي كان اجا من زمان. كول انت وسكوت. دايما ماما صحتين وهنا. غسل ايديك مني. وانت ايمتى حتخلصني؟ لحتى اشبع، بس اشبع بقوم. عجل لك. اكل له عجل، بالاكل عجل، باللبس عجل، اكل له عجل. وشو هاد؟ اهلا وسهلا. مور استاذ، جيب لي واحد قهوه وسط. يا علي. يا ترى شو عم تعمل هنا هلا؟ تغديت ولا لسه؟ طب يا ترى بشو عم تفكر؟ ما سألت حالة ليش تأخرت؟ أكيد سألت حالة، معناتها بتكون بلشت تشك. لك خليها تشك، بلكي بتصير تهتم فيي بقى. جميل، ايه ماله بالعادة؟ ان شاء الله تكون هالتأخير على خير يا رب. الجراثيم بلشوا يزوروني، ما بي غيري بالمطعم، معناتها لازم اقوم. بس يعني لو ضليت قاعد ساعة تانية كان اضمن لنجاح الخطة. لا عم يزوروني عن جد. يعطيك العافية. الله يسلمك. وين بدي أقطع لي شي ساعة تانية؟ وين وين؟ روحت علي نومت بعد الظهر، بس هالخطة بإذن الله رح تنجح. ليش لروي علي نومة بعد الظهر؟ لا باخذ غفوة. ما
جميل. ان شاء الله سليمه. شو هيدي سليمه؟ الحادث. انو حادث؟ يلي اخرت لهلا. انا ما تاخرت لا بحادث ولا بشي. لك وين كنت؟ كنت معزوم على الغداء. وليش ما قلت لي من اول انك انتظرتك؟ سألتني مين عزمك ولا بأي مطعم ولا شو أكلت ولا إن كان في ستات على الطاولة ولا لا. معناتها الخطة ما زبطت، تشنططت على الفاضي. أنا لازم طبق الخطة الثانية. شفت إنه ما رح تخانه؟ أشي ما كانت لازم تعمل مثل السحر تقوم الدنيا وتأهله. مين سحر؟ يلي بالمسلسل. أنت تروح وتمشي وأنا أسهر ما نمشي، يلي ما بتسهر شي ليلى يا حبيبي. انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، يلي ما بتاكل شي غير الف مره يا حبيبي. مرحبا بابا. اهلين بابا. وين كنت لهلا؟ وانت شو دخلها؟ قصدي تغديت ولا لا؟ وليه عم تسال؟ اكل فخده الدجاج تبعك. صحتين. جبت نعيط علي. اللي محيرني وما خلانيش انام، ازاي انا اقدر؟ هنا شو رايك بهالجرافي؟ حلوه على الطقم؟ كثير حلوه. طيب هي احلى ولا اللي كنت لابسها؟ لا هي احلى. يعني اللي كنت لابسها مو احلى؟ طيب شو رايك بهي؟ انا شايف كانه هي بتلبق اكثر. شوفي هلا بدك رايي؟ ايه الجرافات الجديدة أحلى من هدول التنتين. البسها. وين حاططيها؟ بالخزانة. سمنان شوي، بدي ايروبيك. ولا قل لك بلا ما البسها هلا لأني تأخرت على الموعد. وعيك يروح فكرك لبعيد وتفكري عندي موعد مع شي وحدة لا سمح الله. بتعرفي أنا ما عندي هالفصول. بعرف بعرف. طيب ما بدك تعرفي الموعد مع مين؟ يعني مع مين رح يكون؟ ما عارفين من رفقاتك ورايحين على شي محل. تسلمي لي على الثقة. بجوز اتأخر، لا ينشغل بالك، اوعك تفكري عندي موعد مع وحدة. ها لا حبيبي، شو هالحكي؟ تطلع على قبري، لك دخيلها شبوبية أنا، روح محل ما بدك حبيبي. أنا بعرف إنك بتثقي فيي أنت، اتصلي بهبة، هي هبة هي رفيقتك، برقدان ابن خالتها ما بيطلق الموظف اللي عندي، لأنه وعدته هي إنه تغار عليه وتدير بال عليه وتسأله وين بيروح وين بيجي. من عيوني التنتين. لا تكلي همي، ها اوعك تفكري عندي. حقابله بكرة. يا بر قلبي شو حلو. برد الدنيا، برد كتير. حقابله بكرة. تطلعنا قبري وين ما بدنا نروح. وين بدي روح؟ شو سويت بحالي أنا؟ وبعدين مع هنا هاي مالي غير أمي جاي لعندك يا مو. هبدني، بدي أحكي مع هبة. ألو، مرحبا، كيفك؟ عذري يا على قطاطك، كيف عرفتيني؟ شو أخباري؟ مشتاقت لك. صحيح هبة، بدي أسألك سؤال، أنت عم تشوفي ابن خالتك أحمد؟ لا أنا ما بدي منه شي، بس سمعت إنه زعلان من مرته ومرته قلقانة عليه، صحيح؟ لا مطولين؟ بدكم مساعدة ماما؟ لا ماما أنا خلصت. برافو عليك. وأنت؟ وأنا كمان خلصت. ورجيني برنامجك. شو مالك مصدقتيني؟ مصدقتك بس بدي أتأكد. وليش رح تكذب عليكي؟ ما بتعرفي البابا شو بيقول؟ أنتوا عم تدرسوا إلكم مو إلنا. معلش حبيبي، بحب أتأكد أنا. خلص ماما خلص، أنا شفت له برنامجه وسمعت له القراءة ونقلت الإملاء. غريبة طلع حافظون. طيب ضبوا غراتكم وردبوا قضوتكم عشان اخذكم ساعة لبيت جدكم. ايه لا بتردوا الغرفة بالاول. لك انا اذا ما عندي بنات ما بتساعدوني.
الو اهلي مين؟ اهلي امل. يا اهلا وسهلا، كيف الماما؟ يا اهلي لا جميل مو هون، بدك اياه بشي ضروري؟ بدك تشوفيني انا؟ اهلا وسهلا فيك، عم انتظرك. يا اهلي مع السلامه. شو بدها هي؟ اكيد بدها تشكيلي على جفاصة جميل معها. ايش بدي اعمل لها؟ عجزت معه انه ياخذ ويعطي مع النسوان ويجاملهم، ما في فايده. ما اقول لحقت تجي؟ مرحبا هنا. اهلين ام محمود، شو عم تعملي؟ ما عم بعمل شيء. جاي اخبرك شغله بتخصك. في شيء؟ اعملي قهوه ونحن عم نشرب القهوه بنحكي. ايه ماشي، تفضلي. اهلا وسهلا. سحر افتحي الباب. سي لك سحر عند رفيقتها. لا افتح انا. ايه دقيقه دقيقه دقيقة. أهلين. مرحبا يا بو. أهلين. ما معي حدا. شو وين الأولاد؟ جاي لحالك؟ إيه لحالي. ومرتها؟ كمان بالبيت يا مو. شو ما بتتنازل تزور بيت حماه تقبرني؟ لا يا مو هيك القصة. لكن شو القصة؟ صار لشهر ما فاتت بيتنا، إن بنعزمها على الكبة المشوية بركي بتعجبها وبنشوفها. قامت قصداً سافرت وما إجت، واليوم بعتك لحالك وما إجت. اللي تقبرني شو القصة؟ لا يا مو ما في شيء، تعي شوفي شو جبت لك. تعي ايش جايب لك؟ كنافة من اللي بحبها قلبك يا مو. هلا شيلنا من الكنافة وقلي ليش مرتك ما اجت معك؟ خطيتها مريضة. مريضة؟ وشو مرضها؟ لا ما في شيء يا مو، شوية قريب. قريب؟ غريب. طب الولاد ليش ما اجوا معك؟ كمان ما بدها تخلي الولاد يزوروا بيت جد هون؟ وينو أبي؟ ملكي بياكله لقمة كنافة. سحر يا بيه. عم بسألك جاوبني، الولاد ليش ما جبتهم معك؟ عم يدرسوا، عندهم فحص بكرة يا مو. انت اللي بدك فحص، مالك عاجبني اليوم؟ شو قصتك؟ لا لا يا مو ما في شي، بس أبي وينو ما قلتي لي؟ راح على القهوة. وأختي سحر؟ راحت لعند رفيقتها. إلا كان يا مو من أمنه حصتهم لبين ما يجوا. الله يعطينا خيره، عادة ما بمر إلا بالشهر مرة. شو جايبه اليوم؟ لسه جمعة كان عنا. يو يا ترى شو بده؟ وليش متشيك ولابس كل تيابه كأنه رايح على عرس؟ والكنافة شو قصتها؟ ايه جميل عم اسمعك. ما حكيت شي يا مو. قصدي احكي. شو بدي احكي؟ شي اللي جاي من شانه. ما لي جاي مشان شي. اشتقت لك، قلت بشتري لي شوية كنافة بجيب لك يا هون وبستفق ديك. كتر خيرها، بس ما في بالعادة. إذا متضايقة من جيتي يا مو بروحها. لا يا جميل، أنا أحب على قلبي شوفك، شوف مرتك، شوف أولادك، بس لا بس ولا مس يا مو. من اليوم ورايح بدي إجي لعندك على طول، وما عاد إجي شغلة ساعة ساعتين، لا بدي إجي وبلط عندك واتعشى كمان. انبسطي يا مو روقي. أهلا وسهلا، البيت بيتها. بس عدم المؤاخذة، ممكن أعرف شو سبب التغيير المفاجئ؟ متقاتل مع مرتك؟ لا يا مو أبداً. إيه الله يعطينا خيرك. مرحبا ألين. أمل أنا سكرتيرة الأستاذ جميل. والله تفضلي تفضلي يا شافع الباب تفضلي. هي هي الآنسة اللي سألت عنك وما رضيت تقلي عن السر الظهرية. هي مدام هناء، قلي لها عن السر لشوف. ها ايوة فهمت عليكي، المسألة فيها سر والسر ما بينحكى قدام حدا. عن إذنك دادا، المسا ببقى بيجي وبتقلي لي شو بدها منك. أهلين أمان. أهلين تفضلي تفضلي. خير شوفي. شبيك شبيك. وبكره بدها يعينا، وانا اجيت لك مشان تلحقي تقصصي جناحات طيرك قبل ما يلفي على غيرك. غيري؟ عن جد عم تحكي؟ عن جد. اخيرا جميل قرر يعين سكرتيره جديده.
أنا آسفة أنسي أمل، ما قصدت. أنت سكرتيرة جيدة وجميلة بيمدح فيكي وبشغلك. يعني رح تمنعي عين السكرتيرة الجديدة؟ ما بقدر بوعدك بشي إلا لأحكي معه بالأول وأفهم منه شو الموضوع. طيب بستأذن. لوين؟ ما شربنا قهوة؟ بلا، بخاف يجي الأستاذ جميل يلاقيني هون يقوم يزعل مني وبخاطري. السلامة. ميرسي كثير مدام. أهلين. بخاطرك. السلامة. مو معقولة أمل، بس مو معقول أكتر جميل. معقولة يعين سكرتيرة حلوة؟ اطلع على لساني شعر وأنا أقول له غير أمل غير أمل، عين وحدة أحلى منها ما كان يرضى. يا ترى شو اللي غيره؟ يلا بركي بتنفك عقدة الخجل يلي عنده. عم تحكي معي أمي؟ لا عم بحكي مع حالي. ماما تعي شوفي الأوضة شو ساويتها. برافو عليكم، أنا ما بديها بس هلا مرتبة دائما. ليكو ما بدي أي حوصة ببيت جدكم بعدين ستكم بتزعل. تيتا بتحبنا ما بتزعل منا. وانا كمان بحبكم بس اذا عزبتوني بزعل. طمن يا ماما ما رح نعزبك، رح نقعد جنبك ما تحرك من محلنا. برافو عليك. وانت؟ وانا كمان. فوتوا البسوا جواكيتكم دقيقتين تكون جاهزه. يلا. هيك بعرف حالي احلى لانه انا طالع مغبش. شو عامل لك كمان يا مو؟ شو بدك تعملي تقبرني؟ يسلموا ايديك، هي سقيتني قهوة وشاي. طيب سوي لك زورات، عندك زورات كثير منيحة للنفخة. لا، ما بدي شيء. يعني مالك منفوخة يا مو؟ لا الحمد لله. خليني عاونك. شو بيعرفك أنت بتركيب زرار وقطب سحابات؟ ايه الله يسامحك يا مو، نسيتي إنه كل ما عطلنا من المدرسة بالصيفية أنا وصغير كنت أشتغل عند سامي الخياط، كنت ألفه إسطنبولية وكل اللفقات وكنت وسع وضيق كمان، طيب جربيني يا مو. دخلها؟ وشو خليت لمرتك تشتغل بعدين؟ وين أختي؟ طولت؟ طمن بالك، قالت لي ما بتتأخر. وأبي كمان تأخر. أبوك مو هلا وقته، لسه بده ساعة ليصل. يصل لي من أول مسلسل ما شفته لا هو ولا أختي. قلتك يا مو لساته بده ياخذ دكان ولا بطال؟ ما بعرف ليش هو بيحكي هلا، بس يجي يسأله. أصلا أنت ما بيخبي عنك شي. لسه وقت، وين بدي روح؟ إذا رجعت على البيت هلا كاني ما عملت شي. ما في غير ضل اتعشى هون بعدين بروح. يسلم لي مخك. يا مو اعطيني شريط. يو ترك من ايدك، لقلك بدي اتصل بالتليفون. مع مين بدك تحكي يا مو؟ مع مرتك. لا شو بدك فيها؟ مو قلت لي انها مريضة؟ ايه صح انا قلت لك مريضة، انت قلت لي قريضة وقتها. انا عملت حالي مو سمعان يا مو، بس كنت سمعانك. يعني هي مريضة بس القصة مو مستاهلة اتصال. بس لازم اتصل فيها، خليني اكون احسن منها. لا يا مو ما في داعي، ما فيها شيء، بتكون نايمة هلا. ولو انت قلت لي انها مريضة فالواجب اني اتصل فيها. لك يا مو شو بدك فيها هلا نزعجها؟ قلت لك مو مستاهلة الحالة، شوي تقريب بتكون طابت هلا. اخذت ليمون لانه الليمون بينفض نفض يا مو. جميل، ليش ما عم تخليني اتصل بمرتك؟ اللي شوفي. يا مو ما في شيء، ما في شيء، بدك تصلي فيها تفضلي اتصلي فيها، بس الله يخليكي لا تقولي لها اني انا هون، بعدين لا تقولي لها اني قلت لك انها هي مريضه، يعني حاكيها عادي يا مو عادي. اجا الفرج، هي اختي سحار. اهلين سحور. يي زميل انت هون حبيبي، تعالوا حبيباتي افوكم هون. اهلين زميل. مرحبا مرت عمي. ما بتقومي والله. يلا بغسل تويتي وحده. كيفك مرت عمي؟ ان شاء الله ما عم يجعك شيء. انا لا. ايه الحمد لله. شلونه عمي وسحر؟ مشتاقين لك. مشتاق لهم العافية يا رب. اماني مرت عمي لا تزعلي مني لانه ما قدرت اجي ساعدك بالكبة، كان عندي جولة سياحية بتدمر وانا بشغلي ما بقدر اقول لا، شغل شغل. بسيطة. شلونك هلا؟ الحمد لله منيحة. كنت هلا بدي اتصل فيكي اطمن عليكي، تحسنتي؟ مرت عمي انت بتتصلي باي وقت، بس حدا قال لك انه انا مريضة؟
لا بس طالما ما اجيتي مع جوزك معناها مريضة، ولا ما بتحبي تيجي لبيت حماكي؟ لا مرت عمي شو هالحكي، بالعكس تماما، انا كتير بحب اجي لعندكم، بس بتعرفي الوظيفة والولاد اخذين كل وقتي. الله يعطيك العافية. بعدين مرت عمي الحق مو علي، الحق على جميل، يعني هو لو كان قايل لي انه جاي لهون كنا جينا معه بالسيارة، ما اخذنا تاكسي. ايوه قلتيلي جميل. يا جميل طلع يا جميل عاوزتك. يلا تعال قلك الحقني. حكي معه، حكي بالمطبخ وما بدا يعني نسمعه. اسكت ما دخلك، بعدين عيب الواحد يتسمع على حكي الكبار. سمعان شي؟ لا. ايه روح من وشي. شو القصة جميل؟ لا تكذب علي، مرتك مثل الحصان ما فيها شي. لك يا موشة بطلي اذني، شو بك انا مدير صرت لسه بتشديني من اذني؟ قلت لك ما في شي، شو بدي احكي لك؟ لا في. يا مو صدقيني انا لما تركتها كانت مريضة، بس اكيد مش ما حكيت لك شربان الليمون بغيابي، مشان هيك نافضها، نفض الليمون، الليمون بينفض، بعدين هي منفوضة، مو هيك تركتها انا. لك اللي مرتك مزعلتك شي؟ محاكيتك شي كلمة دج لحتى هربتك لعندي؟ ولا مقلعتك من البيت؟ لك يا مو انت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ لك جميل؟ لك احكي لي، عم اقول لك احكي لي شو قصها؟ لك يا مو شمطيه الثانية خلص ما اعمل لك انا مدير. اسمعي لقلي خلينا نطلع، ما حلوة هلا هنو بتفكر انك عم تقويني عليها، ما حلوة يا مو هنو، ما حلوة. لك بقص ايدي من هون اذا ما كان في شي.